السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذه الإطلالة المتجددة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف معكم من خلاله لنستعرض أبرز ما خرجت به الصحف المحلية والعربية والعالمية، ولنبحث ما وراء أخبار تلك الصحف، ونتوقف مع أهم اللقاءات والحوارات والمقالات. والبداية كما جرت العادة باستعراض لأبرز عناوين هذا اليوم. إذا نتابع إياكم عناوين اليوم، العنوان الأول: العروبة يتربع على القمة دون منازع، النهضة يبحث عن نفسه اليوم، والراقي يعود لمنصة تتويج كأس ولي العهد، استقالة الرئيس الهلالي عبد الرحمن بن مساعد، والألتراس سبب في كارثة الدفاع الجوي. إذا تابعنا وياكم مجموعة من العناوين مشاهدين الكرام، دعونا نتوقف مع هذا الفاصل القصير ثم نعود ونبدأ تصفح العناوين المحلية. جدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام، ونفتتح جولتنا في الصحافة المحلية من جريدة الوطن، والتي افتتحت ملحقها الرياضي بمباريات الجولة 14 لدوري عمان تلي المحترفين لكرة القدم، فخرجت بعنوان بارز لمباراة القمة يقول: العروبة يواصل انتصاراته وصدارته وتغلب على صحن بهدفين لهدف، حيث تمكن نادي العروبة من فرض هيمنته على حقيته في الصدارة بفوزه على صحن بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 14 من دوري عمان تلي المحترفين، حيث تقدم العروبة عن طريق أيمن الرحبي في الدقيقة 27، وتعادل النوفلي للصحن في الدقيقة 71، بينما سجل هدف الفوز للعروبة عيد الفارسي في الدقيقة 76، وذلك في أداء امتاز بالأثارة والندية والحماس وأفضلية للعروبة معظم مجريات اللقاء. من جانبه يواصل نادي فنجة الاستفاقة وينجح من تجاوز السويق، مؤكدا عودته الكبيرة للمنافسة على بطولة الدوري بعد كسبه النقاط الكاملة. الوطن تابعت فكتبت تقول: فنجة يستعيد نغمة الفوز على حساب السويق بهدف مقابل ثلاثة، حيث نجح فنجة من الفوز على السويق بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب استاد السيب الرياضي في لقاء الأمس الذي كان ضمن افتتاح لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات الجولة 14 لمنافسات دوري عمان تلي المحترفين، ليرفع بهذا الفوز نادي فنجة رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد السويق عند النقطة 9. معاناة نادي السيب تستمر للأسبوع 14، صحيفة الوطن تابعت فكتبت عنوانا بارزا لمواجهة صور والسيب، قالت فيه: صور يزيد جراح السيب تفوق عليه بهدفين لهدف، حيث تغلب فريق صور على مستضيفه السيب بنتيجة هدف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب استاد السيب الرياضي، والتي تمكن فيها نادي صور من اقتناص نقاط المباراة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، رافعاً بذلك صور رصيده إلى النقطة 23، هذا وعلى السادس سعادة الرياضي انتهت مباراة النصر وسحار بالتعادل السلبي، كما انتهت أيضاً مباراة ظفار والخابورة بتعادل إيجابي بهدف لهدف، فيما تعادل أيضاً بوشر مع الشباب بهدف لكل فريق على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. من ملعب مجمع البريمي الرياضي بمحافظة البريمي تختتم اليوم الجولة 14 لدوري عمان تلي المحترفين في مباراة يسعى فيها الطرفين للتعويض وتصحيح المسار. الوطن خرجت بعنوان بارز لمباراة النهضة والمصنعة، كتبت فيه: النهضة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمصنعة لتحسين أوضاعه، حيث يلتقي النهضة والمصنعة وجها لوجه عند الساعة 6:30 مساء اليوم وسط ترقب وانتظار لجماهير الفريقين الذين يعيشان حالة من الإرهاق الذهني في شأن بطل الدوري الذي بات في المركز الأخير بعد ظروف عاصفة مرت به طيلة الجولات الماضية، وكذلك في شأن الفريق الأحمر الذي حل خامسا في الترتيب العام بنهاية الموسم الماضي وهو الآن يعاني الأمرين في تراجع نتائجه عما هو متوقع. وجه مدرب النهضة محسن درويش كلمة للاعبين دعاهم فيها إلى الثقة بالنفس والتركيز العالي في المباراة، واعتبار الفوز على المصنعة الانطلاقة الحقيقية للنهضة في الدور الثاني، كما كان هناك آراء لعدم القائمين على النادي والجماهير. للمزيد من التفاصيل نقرأها لكم
من صحيفة عمان. وجه محسن درويش كلمة للاعبين دعاهم فيها إلى الثقة بالنفس والتركيز العالي في المباراة، واعتبر الفوز على المصنعة الانطلاقة الحقيقية للنهضة في الدور الثاني، خاصة وأن هناك مباراة أخرى تنتظر الفريق بعد يومين من مباراة المصنعة في نفس الملعب، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك عناصر ممتازة استطاعت تقديم مستويات عالية والفوز على فرق قوية بنتيجة كبيرة، كما طالبهم بالظهور بنفس القوة في مباراة الجيش القطري. من جانبه أشار حسين الزجالي مدير الفريق إلى أن اللاعبين بحاجة قوية للفوز في هذه المباراة لترفع من معنويات اللاعبين، خاصة وأن الفريق يمتلك عناصر جيدة خاصة في الدور الثاني، حيث تعاقدت إدارة الفريق مع أكثر من لاعب ذي كفاءة جيدة، والفريق قادر على تخطي المصنعة والحصول على فوز معنوي تنطلق بالفريق لأماكن دافئة. كما تحدث سالم الشامسي قائلا أن معنويات اللاعبين عالية بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في مباراة الجيش القطري، حيث ظهر الانسجام في الفريق، مشيرا الشامسي إلى أن الفريق يحتاج إلى فوز معنوي يعيده إلى الدوري من جديد، والفريق قادر على العودة ومباراة المصنعة ستكون بداية الانتصارات للنهضة. جماهير نادي النهضة كانت لهم كلمة، حيث يقول إبراهيم بن خليفة النعيمي يمر نادي النهضة في هذه الأيام بظروف صعبة، وعلى الجميع ممن يهمه شأن النادي الوقوف يدا واحدة خلف اللاعبين والمدرب في المباريات والاستحقاقات القادمة، وعلينا جميعا أيضا أن نضع الخلافات والانتقادات جانبا وإن كانت موجودة لوقتها المناسب، وهذا شيء طبيعي نظرا للظروف التي يمر بها النادي، وعلى جماهير النادي الوقوف صفا واحدا خلف الفريق، فاللاعبون في أمس الحاجة للدعم الجماهيري في الأيام القادمة. إذن تابعنا حديث محسن درويش مدرب نادي النهضة مع جريدة عمان، والحديث أكثر حول الأخبار المحلية، وكذلك سيرافقني في هذه الحلقة الصحفي سعيد الهندسي. حياك الله سعيد. حياك الله سعيد. أهلا وسهلا بك. حياك الله. إذن تابعنا هذا الحوار لمحسن درويش، نتكلم في البداية عن مباراة النهضة والمصنعة، آخر مباريات الجولة 14. أعتقد أن الفريقين يمتلك طموح مختلف، بالتالي النهضة يسعى إلى الخروج من المركز الأخير في ترتيب الدوري. يمكن وضعية الفريقين في جدول الترتيب، تلاحظ اليوم أن النهضة اللي في الموسم الماضي هو المتصدر، اليوم هو يصارع من أجل البقاء، وهذه الصورة ربما يمكن تتكرر في دورينا في السنوات الماضية. صحيح. لاحظناها على السوق الفترة الماضية. العام الماضي وفي أول موسم لدوري المحترفين النهضة يتوج باللقب، اليوم النهضة يصارع من أجل البقاء، فهذه الظاهرة يبدو أنها تتكرر في دورينا في كل موسم. إن المصنع ربما يكون في وضع أفضل على اعتبار أنه يقع في المنطقة الدافئة في الوسط، وبالتالي مباراته هي لتأمين الوضع أفضل من ذلك. صحيح. اليوم النهضاوية شعارهم لا مجال للفوز، خاصة أن المباراة ملعبهم. التكاتف اللي تضح خلال الأيام الماضية، وإذا ما بغينا نتحدث عن مباراتهم مع الجيش بعد نقدر نضيف أكثر في هذا الموضوع. صحيح. يعني مباراة كانت جيدة نسبيا مع الجيش، وكان حتى الخسارة كانت في آخر دقائق، النهضة كان بتقدم في بداية الشوط الأول حتى مع مجرى الشوط الثاني، ولكن النهضة تراجع، يمكن أثر عليه حتى مستوى اللياقة البدنية، وكذلك حتى التأخير في ترتيب الدوري يمكن أثر على مستوى في هذه البطولة. إحنا يمكن الكثير كان تفاؤله ليس بالدرجة الكبيرة في مباراة الجيش، ولكن أثبت النهضاوي أنهم فعلا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة ولا أروع، خاصة في الشوط الأول، لأن هو بهدف استطاعوا أن يحافظوا على التقدم إلى الربع الساعة الأخيرة. خد تحول أحسه هي في الوضع في الفاول اللي سبق للهدف. يعني أنت في ذلك الوضع، فريق متمرس لديه من اللاعبين المحترفين الذين يجدون مثل هذه الضربات، عوامل ساعدت في أن الهدف التعاول يكون نقطة التحول. بقت الربع ساعة الأخيرة ما بعد الهدف تراجع كان واضح، نشوة التعادل للفريق القطري ساعدهم أنهم يتقدموا أكثر. أنت عارف كل ما كان المستوى الدفاع يعاني كثيرا من الهجمات اللي يشنها الفريق الآخر، وبالتالي خطأ فردي قد يكون يكلف الفريق، وهذا اللي حصل. جميل. إذن الحديث أكثر عن مباراة اليوم بين النهضة والمصنعة ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي أمين سر نادي النهضة عيسى النعيمي. حياك الله عيسى.
ترى انا اليوم اول يوم. الو مرحبا. اهلا وسهلا عيسى، حياك الله معنا في مباراه القعنوي. يا مرحبا وسهلا. نتكلم اليوم عن مباراه النهضه والمصنعه. نعرف النهضه لم يلعب في الجوله السابقه، تم تاجيل المباراه مع صحن، وبالتالي يدخل هذه المواجهه بعد المشاركه في البطوله الاسيويه. كيف ترى حظوظ النهضه في هذه المباراه؟ والله نحن الكل شاهد الفريق في مباراتنا مع الجيش القطري، ادى اداء جيد وما حالفنا الحظ يمكن في اخر وقت من المباراه نحن نقول الحمد لله. يمكن الفريق في المباراه الاخيره شكل طلع بشكل افضل من مباريات اللي كانت قبلها اللي كانت مباراه الشباب. نتامل اليوم ان شاء الله ان الجهاز الفني يكون عمل الشيء اللي الواجب يكون عليه الفريق اليوم في مباراتنا مع نادي المصانع باذن الله، لان تعرف نحن وضعنا الحين حساس صحيح. ويمكن الفرق اللي قريبه منا خدمتنا انها انهزمت امامنا. نحن لازم ننظر لنفسنا وننظر للفرق اللي معانا في الجدول الترتيب. فاتامل ان شاء الله اليوم ان الله ان شاء الله يوفقنا ولا نكسب المباراة بإذن الله إن شاء الله. جميل، شفنا في الفترة الماضية تعاقدات كثيرة كانت للنهضة، يمكن حتى نعم. ساهمت في الأداء الجيد اللي كانت أمام الجيش. كيف ممكن تساهم هذه التعاقدات أيضا في خروج النهضة من الأزمة الحالية التي مر بها في الدوري؟ أنا أعتقد الكل شاهد النهضة في المباريات السابقة وفي أول مباراة ظهر فيها مع الوجوه الجديدة اللي موجودة في مباراة الشباب، شاف ان المجموعه اللي موجوده مجموعه جيده، وهذا ما اكدت عليه مباراه الجيش. ممكن اليوم نحن بغيب عنا اللاعب دانين النيجيري اسوره على كارت احمر في مباراه الشباب، لكن ان شاء الله المجموعه اللي موجوده ان شاء الله اذا المدرب قدر انه يوظفهم بالشكل الصحيح لخدمه الفريق ان شاء الله راح نكسب المباراه باذن الله ان شاء الله. جميل، نتكلم عن الجهاز الفني. تابعنا اليوم حوار لمحسن درويش مع جريدة عمان يحفز فيه اللاعبين على بذل المزيد من خلال هذه البطولة. استمرارية الجهاز الفني من خلال المباريات القادمة في حال استمر الوضع على ما هو عليه؟ والله نشوف، أنا صارح يعني أشوف يمكن نحن نعذر كابتن محسن في المباريات السابقة كون أن الفريق ما كان مكتمل وما كان فيه الخامات اللي ممكن اللي هي تساعد، لكن في الوقت الحالي أنا أعتقد أن الفريق في مجموعة جيدة وهذا كان واضح في المباراة السابقة مع الجيش. فأتأمل إن شاء الله أن الكابتن محسن يستغل هذا الوضع وأن إن شاء الله أن يكون هذا واضح في مباراة اليوم وأن نكسب مباراة اليوم إن شاء الله. أما فيما يخص يمكن الفترة اللي كان فيها الكل كان يتحدث عن أن يمكن في أخطاء فنية وما شابه، هذا الموضوع متروك إن شاء الله للظروف لمجلس الإدارة من بعد المباراة هذه إن شاء الله. جميل، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المواجهة وأيضا حتى في المباريات القادمة، وإن شاء الله يظهر للنهضة بصورة أفضل عما هي عليه الآن. شكرا لك عيسى نعيم أمين سر نادي النهضة على هذا الحديث، شكرا لك. إذن كان هذا حديثنا مع عيسى نعيم أمين سر نادي النهضة. نواصل الحديث عن دور عمان للمحترفين. بالأمس سعيد أقيمت مجموعة المباريات، يمكن لعل أبرز هذه المباريات مباراة العروبة وصحم. العروبة يؤكد يوم بعد يوم بأنه قادر على الحفاظ على الصدارة، هوية البطل ما زالت موجودة في هذا الفريق. يعني يمكن اليوم العروبة يزيد الفارق إلى 9 نقاط تقريبا، 3 مباريات بالحسبة. صحيح. بمعنى أن اليوم العربوية يقطعوا شوط كبير في الوصول إلى مبتغاهم وهو اللقب. المنافسين لهم في المركز الثاني الفارق 9 نقاط، هذه يؤثر فعلا أنه هناك في ضغط راح يكون على الفرق الأخرى، بعكس هناك نوعا ما في أريحية، ولكن دائما الأمتار الأخيرة هي التي تحدد مصير البطل. شاهدنا فرق في الدوري السابق يكون الفارق كبير ولكنها تعاني إلى الأمتار الأخيرة حتى تحقق اللقب. جميل. العروبة اليوم متى ما أراد فعلا أن يواصل مشواره يجب عليه أن يكون كل مباراة يلعبها هي مباراة كؤوس، بمعنى أن الفوز ولا غيره هو الذي يؤهله للوصول إلى ذلك. جميل. الفرق الثانية أتوقع اليوم لو خسرت بعد ذلك مباراتين او 3 مباريات بالكثير واستفاد العروبه من 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 تراجع هذه الفرق، بالتالي سيوسع الفارق الى اكثر من 9 نقاط. جميل، نتكلم عن الطرف الاخر في هذه المواجهه صحم. صحم في هذا الموسم لم يقدم الصوره المطلوبه خاصه مع المصاريف الماليه الكبيره قبل بدايه هذا الموسم، التعاقدات الكبيره مع مجموعه من اللاعبين، وبالتالي الجماهير الصحماويه غير راضيه عن مشوار الفريق حاليا في الدوري. يمكن نادي صحم بعد البطولة الخليجية في الموسم الماضي وصوله للنهائي الكل كان متفائل كثير أن هذا الموسم راح يقدم الأفضل، خاصة بناء على الأرقام والتعاقدات اللي أجرتها الإدارة. صحيح. في فترة بداية الدوري ومرورا حتى الانتقالات الشتوية، لكن اليوم النادي صحم فعلا لابد أن يراجع نفسه إذا كان فعلا هو يريد أن يصل إلى أقل تقدير
يشارك في بطولة خارجية للموسم القادم. صحيح. لأن اليوم العروبة بهذا التقدم وتأخر بعض الأندية سيجعل من موقف بعضها صعب في اللحاق به في الأمتار الأخيرة. جميل. نتكلم عن الأطراف الأخرى في هذا في الدوري، ترتيب الدوري في المركز الثاني تواجد نادي النصر، تعادل بالأمس مع صحار، كانت مباراة جيدة نوعا ما، ولكن صحار كان الأفضل، وبالتالي النصر يقدم مباراة مثل ما ذكر، يقدم مباراة جيدة ومباراة الأخرى يقدم مباراة سيئة. ربما إن واجه فريق صحار العائد من انتصار، وأيضا الروح المعنوية لها كبيرة، يبحث عن نفسه أكثر، يريد الابتعاد عن منطقة الخطر. النصر أيضا بعد فوزه يمكن الكبير على فنجة استطاع أن يقدم نفسه بشكل مميز. المواجهة بينهم جعلت التعادل يمكن سيد الموقف، خوف كل منهم من الخسارة خاصة صحار في هذه الفترة، رغبة التعادل ربما تكون عامل مساعد بالنسبة للنصر، لكن كان يؤمن نفسه بالفوز. جميل. يعني أيضا من الأطراف الأخرى في المركز الثالث نادي الشباب، كان نادي الشباب ممكن يستفيد أكثر من هذه الجولة في حال تمكن من الفوز على بوشهر، ولكن التعادل كان هو السم البارز في هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. يعني يمكن الجولة هذه هي أغلب المباريات هي التعادلات السلبية أو الإيجابية. صحيح. الشباب مع بوشهر صراع شبيه بصراع النصر مع صحار. بوشهر لا زال يعاني، يحاول قدر المستطاع ان لا يثبت مقولة ان الصاعد هابط كما هي حالة الفرق التي تأتي من الدرجة الاولى الى دور المحترفين. صحيح. واجه ايضا الشباب، كان واضح رغبة الفوز في 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 لاعبي الشباب، التمكن في بعض المباريات في بعض الملاحظات في بعض اوقات المباراة كان واضح هناك في رغبة صادقة في تحقيق الفوز، لكن تبقى مثل هذه النتائج، ضياع الفرص قد يكون عامل كان واضح في الفريقين، وبالتالي التعادل كان هو سيد الموقف. جميل. من المباريات الجميلة اللي كانت في هذه الجولة هي مباراة فنجة والسويق، ولكن السويق دائما ما يواصل عن نفس النهج، يتقدم بهدف والفريق الآخر يعود ويخسر السويق في النهاية. هذا ما حدث بالأمس، السويق يتقدم بهدف في الشوط الأول، ولكن فنجة يعود ويبرز أيضا هوية البطل في هذا الفريق. لو تلاحظ مباراة أمس بين خلينا نقول بين الأصفرين فنجة والسويق، إن عامل الخبرة هو اللي كان حاسم في المباراة. صحيح. من خلال دخول محمد مبارك في الشوط الثاني حسم الموقف، غير مجرى المباراة نهائيا من خسارة إلى تعادل إلى فوز بالثلاثة، أهداف كانت حاسمة. تلاحظ اليوم من السويق بعد مباراته في دور البطولة الخليجية كان روح الفريق كانت موجودة، ولكن لا تنسى أيضا أن العامل البدني صار اليوم عامل مهم. فريق يلعب لك ثلاث مباريات في 8 أيام بلا شك أنه سيؤثر سلبا على أداء الفريق. العناصر الشابة أيضا لا زالت بحاجة إلى وقت لكي تأخذ مكانها في الفريق وأداء مباريات، وفي الأخير الخبرة هي التي أكدت علو فنجة في فوزه على السويق. جميل. نتكلم أيضا عن مباراة ظفار الخابورة، يمكن ظفار أيضا يكرر نفس الحالة في العديد من المباريات، يتقدم بهدف ولكن أيضا في الدقائق الأخيرة الفريق الآخر يوجد التعادل. هذا ما حدث بالأمس أيضا في هذه المباراة. يعني ظفار يمكن يذكرنا بحالة المنتخب في مبارياته، دائما يقدم مستويات أفضل، يتقدم يتعادل أو يخسر. في هذه المباراة فعلا يعني يمكن الفريق أدى مباراة جيدة، واجه فريق لا يقبل الخسارة أبدا، هو الخابورة. صحيح. الذين دائما يؤكدون في كل مباراة أنهم الرقم الصعب من خلال أدائهم لمباريات على مستوى عالي ورتم كبير. تمكن المدرب شريف الخشاب من عناصر الفريق واللاعبين المميزين فيه، حتى البدائل تجد فعلا هناك من يعوض بعض الغيابات التي تحدث. ظفار ربما في هذا الموسم بحاجة إلى بذل جهد أكثر للوصول إلى على أقل تقدير إلى الفرق المنافسة من الأربع الأوائل. جميل. إذن كان هذا حديث مشاهدينا الكرام عن مباريات دوري عمان التلية المحترفين. ننتقل وإياكم إلى منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تستكمل اليوم مباريات الجولة 17 بثلاث مباريات هامة لا تقبل القسمة على 2. الوطن خرجت لنا بعنوان للجولة فكتبت تقول: الفاتني يلاقي أهل زداب وأزرق الداخلية يبحث عن التعويض، مرباط والمضيبي وجها لوجه من أجل الفوز بأعلى النقاط، حيث سيلتقي نزوة بملعبه مع الكامل والوافية الساعة 6:30 لتعويض ما خسره من نقاط الأسبوع الماضي، والطليعة مع أهل زداب بمجمع صور الرياضي الساعة 6:25 للتقدم إلى الأمام، ويستضيف مرباط بملعبه المضيبي الساعة 6:50 مساء للهروب من المراكز الأخيرة، وبالتأكيد ستكون مهمة صعبة جدا لجميع الفرق.
ننتقل وإياكم إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، والذي يشتد التنافس فيه من أجل كسب النقاط الثلاث الكاملة، وذلك في استكمال جولة الثانية عشرة من البطولة. جريدة عمان عن ونتفة كتبت: اليوم مباراتان في دوري الثانية، حيث تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بإقامة مباراتين. المباراة الأولى يحل فيها قريات ضيفا على السلام في مباراة قوية وندية، وذلك في الساعة 6:30 مساء. وفي الوقت ذاته يلتقي دبا مع جعلان على ملعب الأول. الجدير بالذكر أن قبل انطلاق هذه الجولة ما زال نادي بهلة يتصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، في حين يحل السلام وصيفا برصيد 22 نقطة، وفي رصيده أيضا مباراة إضافية، في حين يحتل جعلان المركز الثالث برصيد 22 نقطة. أما المركز الرابع فمن نصيب نادي قريات، وينقل في المركز الخامس برصيد 13 نقطة. ننتقل وإياكم إلى كرة السلة، حيث واصل نادي السيب تقديم عروضه الجيدة والمميزة في الدور العام، الذي تمكن يوم أمس من الإطاحة بنادي قريات بفارق كبير. عمان الرياضي حضر فخرج بعنوان يقول: السيب يحافظ على صدارته بفوزه الكبير على قريات 125 مقابل 20 في دوري السلة، حيث حافظ نادي السيب على صدارته بعد فوزه الكبير على قريات 125 نقطة مقابل 20 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول ضمن منافسات دوري عام السلطنة لكرة السلة للموسم الحالي، وذلك في المباراة التي أقيمت بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث انتهت فترات المباراة الأربعة بنتيجة 30-11 و41-2 و31-4 و23 نقطة مقابل 3 نقاط. وفي مباراة أخرى بدوري عام السلطنة لكرة السلة، خرج أهلي سداب بفوز عريض على نادي الاتفاق في مباراة شهدت أداء مميز من لاعبي أهلي سداب. صحيفة عمان غطت فكتبت تقول: أهلي سداب يواصل تقدمه بفوزه على الاتفاق 81 نقطة مقابل 40، حيث واصل أهلي سداب تقدمه في الترتيب بفوزه على الاتفاق بنتيجة 81 نقطة مقابل 40 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول ضمن منافسات دوري عام السلطنة لكرة السلة للموسم الحالي، وذلك في المباراة التي أقيمت بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث انتهت فترات المباراة الأربع بالنتيجة 18-7 و25-19 و13-6 نقاط. بمبادرة وطنية تطوعية اختتم صباح اليوم مهرجان التميز الخامس للهجن العربية الأصيلة، والذي استمر يومين متتاليين. صحيفة عمان غطت فكتبت التفاصيل: بداية قوية في سباق اليوم الأول من مهرجان التميز الخامس للهجن العربية، حيث شمل اليوم الأول 20 شوطا بمشاركة أكثر من 500 من النوق الأصيلة تمثل مختلف محافظات وولايات السلطنة. ومن التطورات الجديدة التي يشهدها المهرجان والتي تتم لأول مرة هي تخصيص 6 أشواط تسعيرة، حيث يتم شراء الهجن الفائزة أو من يقع عليها الاختيار من قبل داعم المهرجان، وقد تراوحت قيمة التسعيرة ما بين 40-20 ألف ريال عماني للأبكار والجعدان، إضافة إلى شراء ما يتم اختيارها حسب الشروط الموضوعة. لذلك كما شهد سباق اليوم 6 أشواط مختلفة، بعدها تم اختتام المهرجان وتوزيع الجوائز التي تمثل 6 سيارات وعشرات الجوائز الأخرى وسيوف وخناجر عمانية وغيرها من الجوائز العينية والمادية. ننتقل إلى خبر محلي آخر. الاتحاد الآسيوي يناقش برامج مسابقاته في العاصمة المالزية كوالالمبور، التي شهدت فعاليات حلقة عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تناولت في رزنامتها أهم المسابقات في القارة الصفراء من مناشط ومحافل كروية في الفترة المقبلة. للمزيد مما جاء في حلقة العمل نقرأه لكم من صحيفة عمان. شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور فعاليات حلقة عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة برزنامة المسابقات 2016-2018، وكانت وحدة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قامت بإعداد رزنامة المسابقات، وذلك من أجل وضع الخطوط العامة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل التخطيط لفعالياتها، وتم تصميمها كي تتلائم مع أفضل مواعيد المسابقات لكل الأطراف المعنية.
وتلعب رزنامة المسابقات دورا مهما للاعبين والأندية والاتحادات الوطنية المشاركة أو المنضمة وباقي المسؤولين. وقال داتو وينت سورجون نائب أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال افتتاح حلقة العمل: رزنامة المسابقات تشكل موضوعا مثيرا للاتحادات الوطنية وبطولة الدوري المحلية والأندية وكذلك للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأضاف: توفر حلقة العمل فرصة لجميع المشاركين الذين يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل تقديم ملاحظاتهم وأفكارهم واقتراحاتهم بخصوص رزنامة المسابقات والتي سيتم تقديمها للجان المعنية. وسوف يكون هناك اجتماع مع أعضاء فريق المهام الخاصة لرزنامة المسابقات بعد انتهاء حلقة العمل. وأوضح داتو: نحن ندرك التحديات والصعوبات التي تواجه الاتحادات الوطنية الأعضاء، ولهذا فإننا سوف نأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر في كل المناطق، وأنا واثق أنه من خلال تعاونكم ومن خلال خبرات فريق المهام الخاصة فإننا سنتمكن من وضع رزنامة تكون جيدة للجميع. إذن تابعنا هذا الخبر حول مناقشة الاتحاد الآسيوي للرزنامة المقبلة في 2016 و2018. يمكن سعيد هناك العديد من المآخذ تؤخذ على الاتحاد الآسيوي في وضع الرزنامة للبطولات، سواء كان البطولات القارية كأس آسيا وكذلك حتى دوري أبطال آسيا، خاصة أن في أكبر قارات العالم هناك صراع ما بين الشرق والغرب في هذه القارة. يمكن القارة الأكبر اللي اليوم تضم أكثر من منتخبات سواء كان من الشرق أو من الغرب، لا تنسى يمكن احنا عانيناها في نهائيات آسيا وفارق التوقيت بيننا وبين أستراليا، وهذه الأوضاع يمكن هم أيضا أخذوها بعين الاعتبار. اليوم المشاركات الأندية اللي من غرب القارة مع أندية شرق القارة أو وسطها، يعني كل هذه عوامل يمكن الفترة الماضية كان هناك أكثر من عامل استفهام على الاتحاد الآسيوي وعلى التخبط في رزنامته. تواجدهم اليوم ومناقشتهم شيء إيجابي يعتبر، متى ما كانت هناك في رزنامة واضحة المعالم محددة الأيام والتواريخ تستطيع من خلالها المنتخبات والأندية أن تنسق مواعيدها، حتى الاتحادات المحلية خلينا نقول صحيح. من خلال وضوح الرزنامة الآسيوية مع برامج المحلية يستطيع أن يوظفها بحيث أنها لا تتعارض مع الرزنامة الآسيوية. جميل، ولكن يعني الشرق مختلف بشكل كبير عن الغرب، بداية الدوري متأخرة نوعا ما، حتى في بطولة دورة أبطال آسيا هناك بطولة أخرى دورة أبطال آسيا أيضا لا ينطلق في شهر سبتمبر وإنما متأخر في الجزء الآخر أو بداية العام من 2015، فبالتالي هناك يعني مطالب كثيرة بتغيير هذه الرزنامة في دورة أبطال آسيا خصيصا. لكن أيضا لا تنسى أنت من يتولى تنظيم هذه الرزنامة هم من الشرق، وبالتالي سيكون الأولوية لفرقهم ومنتخباتهم وأنديتهم. نتمنى فعلا اليوم لآسيا في غرب القارة وخاصة من الدول العربية أن تكون لهم كلمة، خاصة إذا ما علمنا رئيس الاتحاد هو من غرب القارة صحيح. وبالتالي لابد أن يكون هناك مراعاة لمثل هذه الظروف. وأيضا في ملاحظة أيضا مراعاتها يجب أثناء المباريات التي تقام خلال أيام شهر رمضان المبارك أو في أيام الأعياد صحيح. وهذا الذي عانيناها في الفترة الماضية كثير في دوري أبطال آسيا، يعني دوري أبطال آسيا يكون في أيام 29 أو 30 يعني في رمضان أو أيام العيد، وبالتالي هذه الأندية اللي هي في غرب القارة والعربية تحديدا ستعاني كثيرا بعكس الفرق اللي في شرق القارة صحيح. تبقى من الأيام العادية بالنسبة لهم، يعني يجب أيضا أن يراعى مثل هذه الأمور أثناء تنظيم البطولات. جميل، إذن كان هذا آخر حديثنا في الأخبار المحلية، دعونا نتوقف وإياكم مشاهدين الكرام مع فاصل قصير ومن ثم نعود ونفتتح جولتنا في الصحافة العربية.
برنامج اليوم السابع. سيبحر بكم في مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة المحلية. نجمعها بعد ذلك في طاولة اليوم السابع. تفوز انا استغل الجوانب اللي تفوتني في هذه المباراه. تفوق على فرق يمكن فاقدتها بالاعداد وبالامكانات الماديه. اعتقد نقطه تحول وعمل ايجابي يحسب المجلس الاداري ويحسب لي القائمين على الفريق. رياضتنا يعني مبنيه على قواعد قويه، فاذا على بناء على هذه الظروف ما استجد اليوم ما صار المفروض انه خلال اليومين ثلاثه يخلص الدوري. اللي يتابع المباراه اليوم خاصه بالنسبه للنصر يحس انه فريق ثلاث الخطوط كلها منسجمه مع بعض البعض. جدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام، وننتقل وإياكم إلى الصحافة العربية ونفتتح هذه الجولة من السعودية وبالتحديد من دورة الملاعب في قلب العاصمة السعودية الرياض التي شهدت عودة الراقي نحو النادي الأهلي لمنصة التتويج بكأس ولي العهد على حساب الهلال. الاقتصادية تابعت فعنونت تقول: من غيرك ملكي. فقصة لقب الملكي الذي تنافست عليه جماهير الهلال والأهلي، إلا أن الأهلي كان عند الموعد تماما، تحدى نفسه والهلال، لعب كما لم يلعب من قبل، النقص لم يزده إلا قوة وإصرار وروح عالية وفدائية ليحصد كأس ولي العهد البارحة من أمام الهلال بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف على استاد ملك فهد الدولي في الرياض. وتوج الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأهلي بالكاس والميداليات الذهبية والهلال بالميداليات الفضية. إذن تتويج أهلاوي لهذه البطولة، يمكن الهلال صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة ب 12 لقب، اللقب الرابع للأهلي. كان كل الترشيحات تنصب للهلال بحكم ظروف مختلفة، ولكن الأهلي دائما ما يفاجئ في هذه البطولات. وللمعلومة أيضا الأهلي هو أول نادي يحصل على هذه البطولة، بالتالي مباراة الأمس أوضحت أن العدد الفريق الذي قد ينقص منه لاعب أو لاعب لن يأثر فيه طالما هناك في روح موجودة، وهذا ما أكد الأهلي أمس من خلال طرد حارس المرمى، وبالتالي استطاع أن يعود للمباراة. ضياع ضربة الجزاء أعتقد من العابد، نواف العابد، كانت نقطة تحول. صحيح. حتى هو في الأداء لم يكن في تلك الصورة، مما استدعى المدرب إلى إخراجه ودخول الشلهوب بدلا منه. حاول الهلال العودة للمباراة، ولكن الهدف الثاني نوعا ما استطاع أن يرفع معنويات الأهلي ويقلل نوعا ما من معنويات الهلال. حتى الهدف الذي أحرزه الأسترالي أتوقع اليوناني لم يستطع أن يغير شيء من المباراة، وبالتالي انتهت المباراة بفوز أهلاوي مستحق وخسارة هلالية، ولكن الخسارة هذه لابد لها من توابع أخرى عند الهلالية. جميل، طبعا احنا راح نتابع هذا التوابع ما بعد من استقالة رئيس النادي، ولكن الأهلي هذا الموسم يقدم مستوى جميل ويقدم نتائج طيبة، ثاني الترتيب في بطولة الدورة عبد اللطيف جميل بطل لهذه الكأس، وبالتالي الأهلي يسير في الطريق الصحيح في هذا الموسم. دائما الأهلاوية في كل البطولات يقدمون مستواهم بشكل جيد، والأبرز من ذلك وجود المهاجم القناص، وهذا ما حصل مع الأهلي من خلال السومة. صحيح. الذي يقدم نفسه بشكل أكبر، أهداف تكون في 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 مواقف ويحتاج فيها الأهلي لهدف، سواء كان بالضربات الثابتة أو بالرأس، وبالتالي اليوم الأهلي يقدم نفسه بالصورة التي يتمنى منها جماهيره وعشاقه، وتأكيدا لذلك فوزهم بالأمس بكأس ولي العهد. جميل، إذن نكمل وإياكم مشاهدي الكرام تصفح الأخبار العربية. السقوط الكبير لنادي الهلال في كأس ولي العهد دفعت الرئيس الهلالي الأمير عبد الرحمن بن مساعد للاستقالة من منصبه، هذا ما جاءت به بين صفحات صحيفة الرياض التي كتبت تقول: عبد الرحمن بن مساعد يعلن استقالته من رئاسة نادي الهلال، حيث أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال استقالته من النادي بعد خسارة النادي مساء أمس الجمعة أمام الأهلي بهدفين لهدف بكأس مسابقة ولي العهد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: أعلن استقالتي من رئاسة نادي الهلال، وهناك رجال أكفاء كثر من الهلاليين لديهم القدرة على رئاسة النادي والقيام بأعبائه، وفقنا الله لما يحب ويرضى. إذن هذه يمكن كانت من أبرز التوابع بعد خسارة الهلال. عمل مدة 7 سنوات ينتهي بهذه الاستقالة، يمكن الخسائر المتتالية في البطولات خاصة في دوري أبطال آسيا دفعت يمكن بهذه الاستقالة، والخسائر المتتالية أيضا قد تؤثر على بعض خلينا نقول الإعلاميين أو الإداريين في النادي الهلالي، ما يؤثر على أداء اللاعبين عرضية الملعب. شاهدنا الخسارة الثانية، يعني خسارة بدوري أبطال آسيا في ظروف يمكن أغلب المتشائمين كانوا لا يقولون بأن الهلاليين على استطاعة أنهم يؤدوا أكثر من ذلك. صحيح. ولكن فعلا كانت خسارتهم من النادي الأسترالي ضربة موجعة، كانت جاءت اليوم الضربة الثانية من نادي الأهلي. أعتقد اليوم كثرة الخسائر لها تأثيرها إداريا وفنيا، وربما هذا الإعلان لابد ما يكون هناك وراء ايضا مراجعه الحسابات الهلاليين. صحيح. من خلال اعضاء مجلس الشرف او الاداره بشكل عام. والايام القادمه ستؤكد او ستثبت ان هناك اكثر من 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 من, من موقف قد يحدث عند الهلاليين في هذا الكلام. نبقى وياكم مشاهدينا الكرام في السعوديه، ولكن خارج جواء النهائي يبدو ان سامي الجابر باشر عمله مدربا لنادي الوحده الاماراتي، وكانت اولى قراراته منع صفقه التعاقد مع اللاعب الغاني هاريسون افول. ماذا قال جابر عن تجربته الجديده وكيف انهى علاقته بنادي العربي؟ نتعرف على اجابات هذه التساؤلات من خلال قراءه سريعه بصحيفه عكاظ. أجهض المدير الفني الجديد لفريق الوحدة الإماراتية المدرب سامي الجابر صفقة التعاقد مع اللاعب الغاني هاريسون أفول، وذلك في الرمق الأخير من المفاوضات وقبل لحظات من التوقيع النهائي بين اللاعب والنادي. وتراجع الوحدة عن إكمال الصفقة وصرف النظر عن التعاقد مع أي لاعب آخر ليكمل العناب الموسم بالأجانب الأربعة الحاليين: الكويتي حسين فاضل، والمغربي عادل هرماش، والأرجنتينيين ديميان دياز وسبيستيان تيغالي. وجاء هذا القرار الأول محل حفاوة أنصار أصحاب السعادة الذين رأوا أن سامي فضل مصلحة الفريق وشخص الوضع ويعرف ما يحتاجه الفريق. وقال سامي عن تجربته في الإمارات أنه لم تكن لديه عروض مكتملة لتدريب أي فريق، وإنما كانت مجرد عروض في مراحلها الأولية لا تفرض عليه الالتحاق بها بشكل فوري، وتسربت إلى وسائل الإعلام. وأضاف بقوله: اعتقد البعض في قطر أنني راحل، وهذا ما لم يكن حقيقيا في ذلك الوقت. وأضاف: جاء طلب نادي الوحدة بشكل عاجل، ووقتها لم أعلن الموافقة عليه رغم رغبتي في أخذ هذا التحدي مع ناد بحجم الوحدة، وإنما عبرت عن رغبتي وموافقتي خلال لقائي مسؤولي النادي الإماراتي، لكنني كنت واضحا جدا وأشرت إلى أن موافقة مسؤولي نادي العربي هي الأهم. وأضاف الجابر: بعد ذلك كانت المخاطبات بين نادي الوحدة والعربي، وعلى ضوئها تم الاتفاق بشكل نهائي. وقال: لم أجد في العربي وقطر وأهلها إلا التقدير والوفاء، وأيضا الالتزام الأدبي مع هتم الهتمي رئيس النادي والذي يعتبر أخا أكبر لي، وبتوجيهاته ودعمه لي منذ أن بدأت مشواري في العربي. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى الكويت. لا يتوقف نادي العربي الكويتي عن الاعتراض وإثارة الجدل كل ما ودع بطولة، دائما ما يبحث عن أسباب خارجية للوداع. القبس تابعت اعتراض لاعبي العربي على التحكيم في عنوان كتبت فيه: غضب عرباوي على من أخطاء الحكم، حيث سيطرت خيبة الأمل على أوساط فريق نادي العربي لكرة القدم بعد خروجه من قبل نهائي كأس سمو الأمير، وألقت باللوم على الحكم البحريني جميل جمعة الذي تغاضى أمس الأول عن حساب ركلة جزاء صحيحة للفريق في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، وكذلك الهدف الصحيح باعتبار أن كرة فراس الخطيب في الدقيقة 5 تخطت خط المرمى بكامل قطرها، وهو أمر أثار جدل. وكان العربي خسر أمام السالمية 4-2 في الوقت الإضافي من المباراة المستكملة بينهما أمس الأول على استاد محمد الحمد. وفي قطر عاد عيال الذيب نادي السد إلى صدار الدوري نجوم قطر، وبات الصراع على البطولة بين السد والأخوية في رحلة شاقة وصراع كبير بينهما. الراية تابعت تألق السد بالأمس في عنوان قالت فيه:
صدارة سداوية بتعزيزات عسكرية، فبسهولة بالغة وبأقل مجهود يذكر وبأهداف غزيرة وبالجملة استعاد السد ذكرت الانتصارات في بطولة الدوري على حساب أم صلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 17. هذا الفوز العريض رفع رصيد السد إلى 40 نقطة في صراعه الشرس على القمة مع الأخوية، بينما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة 26 في المركز الخامس. الكاتب فؤاد فهد وضمن عموده الأسبوعي بصحيفة الأيام البحرينية تناول معاناة الجماهير البحرينية في الملاعب، لأن الملاعب تفتخر لأقل الأسباب التي تدفع الجماهير لحضور المباريات. فؤاد تحدث عن المعاناة من واقع تجربة شخصية، نتعرف على ما جاد به من خلال هذه القراءة بصحيفة الأيام البحرينية. يبدو أن العلاقة بين الجماهير ومن يهمه أمرها بشأن العزوف عن المدرجات في مجال كرة القدم البحرينية في تأزيم مستمر، وهذا ليس في الوقت الحالي وإنما منذ سنوات، وأعتقد أن هذا الأمر سيطول ولن يحسم أبداً، إضافة إلى البقية كأعضاء مجالس الإدارات ورجال الإعلام. فاستغربنا هنا لماذا هذا التجاهل، حيث أننا منذ انطلاق موسمنا الرياضي لهذا العام ونحن ننادي سواء عن طريق الصحف أو بالاتصال الشخصي أو بكافة الطرق الأخرى عن تلك النواقص والإهمال والخدمات السيئة التي تريد الحسم والتي لها وزنها الكبير والمؤثر في مسابقاتنا المحلية البحرينية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. وهذا يدل على الوصول إلى الإفلاس وبساطة التفكير والألانية المفرطة التي وضعت مصالح الأشخاص ومصالح جماعاتهم فوق مصلحة مملكتنا الغالية البحرين ولعبة كرة القدم بها. نعم، لم يستوعب هؤلاء الذين فعلا نخجل الشكوى لهم بأن تلك الأمور ليست تضيعة وقت وإنما هي واجبة من صلب عملهم الهام الذي لها أبعاد تفوق مناصبهم الخارجية. ونقولها بكل وضوح، وعلى سبيل المثال نحن وصلنا للمرحلة 11 من مسابقة الدوري العام بخلاف مسابقة كأسي جلالة الملك المفدى والاتحاد، ولم نكتشف الحل، وخاصة إذا كان هذا الإهمال الذي اكتشفناه كبيرا، فلا خدمات تقدم تليق أو تجذب من يدفع للمنصة، فتارة يشاهد المباراة كاملة بدون ماء أو مشروبات ساخنة أو باردة، ناهيك عن الصعوبات التي تواجه الإعلاميين وهي أدمر، والتي أنا جربتها بنفسي عندما أوكلت لي مهمة تغطية مبارتين في الاستاد الوطني لمدة 6 ساعات وكأنني في غابة معزولة، لا نت ولا قوائم للفرق ولا ماء ولا أكل أستطيع شراءه من حسابي، ناهيك عن النقص الحاد للجماهير من ماء وتغذية وجوائز وغيرها، فالمشجع البحريني يريد معاملة لائقة وخدمات متكاملة تدفعه لحضور كافة المباريات وعروض وفعاليات مصاحبة للعديد من المباريات الجماهيرية. نقطة شديدة الوضوح بسبب ما نشاهده سنويا بعملكم العشوائي بدون التطوير والابتكار والحفاظ على قيمة المشجع والإداري والإعلامي وأهمية حضوركم للمباريات، فهم الرافدون الأساسيون في دعم نجاح مسابقاتكم. أقترح الإسراع بالتفكير بالتعاقد مع شركات متخصصة في تقديم الخدمات والتسويق في الملاعب ترتقي بخدماتها للشركات العالمية، لأننا مللنا الاعتماد عليكم. إذن تابعنا هذا المقال حول تجربة الجماهير البحرينية، تعليقك سعيد على ما ذكر في هذا المقال. يلا نقول الله يكون في عون الجماهير دائما، احنا نناشد بحضور جماهيري، حضور جماهيري. الحال في البحرين ليس بعيد عن باقي الدول وحتى هنا معنا في السلطنة، دائما الجماهير تشتكي وتعاني من الخدمات الأساسية المفروض توفر في الملاعب التي تحتضن المباريات، أقلها اليوم الوجبات السريعة أو المياه والعصائر. صحيح. قد يأتي البعض ويقول هناك تشدد من ناحية القوارير الخاصة بالمياه وغيرها، ولكن اليوم بإمكانك تستعيد عن هذه الأشياء بأشياء أفضل منها وأقل خطورة. ولكن ما يحدث في البحرين هو أيضا يوضح أن اليوم الواقع المرير اللي عانيه الجماهير هي حالة أي جماهير في أي مكان في العالم. جميل. إذن ننتقل وإياكم مشاهدي الكرام إلى خبر محلي آخر، لا حديث في الجزائر هذه الأيام إلا عن ياسين إبراهيمي بعد أن بات اللاعب هدفا لعدد كبير من كبار الأندية الأوروبية.
فتراه يضعه البعض في السيتي وتراه مع باريس سان جيرمان. أرسين فينجر يرى بأن إبراهيمي أقرب للنادي الباريسي. النهار الجديد تابع تصريح فينجر في عنوان كتبت فيه: فينجر سنرى إبراهيمي قريبا في بي اس جي، حيث كشف أرسن فينجر المدرب الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي أنه يتوقع انتقال نجم الجزائري ياسين إبراهيمي قريبا من بورتو البرتغالي نحو ملعب حديقة الأمراء لحمل قميص العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان الذي أبدى رغبته الملحة في الاستفادة من خدمات لاعب غرناطة الإسباني السابق خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وهو ما لم يتحقق له بفعل المطالب المالية الضخمة لإدارة بورتو بحسب ما ذكره مدرب النادي البرازيلي لوران بلان من أجل تسريح اللاعب الدولي الجزائري والتي بلغت 50 مليون يورو حسب الشروط الجزائي أو الشرط الجزائي في عقد اللاعب. لا حديث في مصر إلا عن كارثة السد الدفاع الجوي التي تكشف الصحافة كل يوم تفاصيل ما حدث والمتسبب فيما حدث قبل مواجهة الزمالك وإنبي. أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة خرج يلقي اللوم على ألتراس وايت نايس مؤكدا أنهم خلف كارثة السد الدفاع الجوي. تفاصيل أكثر نقرأها لكم من المصري اليوم. وجه أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي اللوم لكابوهات ألتراس وايت نايتس بالوقوف خلف كارثة استاد الدفاع الجوي والتي حدثت قبل مباراة إنبي والزمالك في الدوري المصري الممتاز. وقال نجل رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الحياة 2: المسؤولية تقع على عاتق من حشد 10,000 مشجع في وقت واحد وفي توقيت معين وبأتوبيسات موحدة ويودون الدخول مرة واحدة، بالتأكيد كان من المنتظر أن تحدث كارثة. وأضاف: اتصلت بالدكتور أشرف صبحي نائب وزير الشباب والرياضة قبل نهاية المباراة بعدما تضاربت الأقوال حول سقوط قتلى من عدمه، وقال لي ما فيش أخبار رسمية تؤكد أي شيء، وهو حاول التأكد من وجود وفيات. وأردف: أنا غير مسؤول عن الأمن حتى أوجه له أوامر بإدخال الجمهور، ولكن فقط مسؤول عن بيع التذاكر. وشدد شريف منير حسن عضو مجلس الإدارة: تلقى اتصالا من أحد كابوهات الألتراس وهو أحمد بحر، وقال له نصا: كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية، ولا نريد تذاكر وسندخل، وأنصحك يا شريف ما تروحش بكرة، وأرجوك لا تطلق على الألتراس جماهير الزمالك، فمن تواجد في المدرجات هم الجماهير الحقيقية. إذن تابعنا هذا الخبر حول الأحداث التي جرت في مباراة الزمالك وإنبي. يمكن حدث آخر يهز الشارع الكروي المصري بعد حادثة مباراة الأهلي والمصري بمقتل 74، هنا مقتل 22، أعتقد الأمر يتكرر وحالة من اللغط هناك في الشارع المصري. وهذه الأحداث هي اللي يمكن تؤرق الشارع المصري، يعني الوفيات، ضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم أتوا ليشاهدوا مباراة يحدث لهم ما حدث في مباراة الأهلي، تكرارها اليوم، يعني تشعر اليوم أن الدوري المصري بحاجة فعلا إلى إعادة نظر أكثر. لو أنه هو بدون جماهير أصلا، ولكن حتى لما نفتح مجال للجماهير تكون هذه العواقب. صحيح. وبالتالي المنظمين في حيرة من أمرهم، هل يستمر الدوري بدون جماهير تذهب متعته، وإذا حضر الجماهير تحدث الكوارث، تذكر هذه المشاكل. جميل، ننتقل وياكم مشاهدين الكرام إلى الصحافة العالمية والتي نستهلها من بريطانيا، وبالتحديد من أشهر مشجع لفرقة الشياطين الحمر مانشستر يونايتد العداء الجامايكي يوسين بولت. بولت كان له قراءة في أداء اليونايتد. الديلي ميل تابعت فعنونت تقول على لسانه: بولت سأعتزل في العام 2017 ويومها سأكون أفضل رياضي على الإطلاق، وبالنسبة لفريقي المانيو فإن روني جيد ولكنه بطيء والعمل التكتيكي لفان خال غير مجدي. حيث ذكرت الديلي ميل بأن العداء الجامايكي يوسين بولت ظهر غير راضي حاله حال جماهير اليونايتد عن وضع الفريق هذا الموسم بالرغم من تحسنه عن الموسم الفائت وعن حياته. أكد أنه سيعتزل في العام 2017 مؤكدا أنه يريد الاعتزال وهو أفضل رياضي عرفه التاريخ. وبالنسبة لليونايتد فإن قائد الفريق وين روني جيد مقارنة بزملائه ولكنه بطيء في الملعب. وعن سؤاله عن المدرب لويس فان خال قال: أسلوب فان خال لن يجدي نفعا ولن يقدم إضافة أبدا.
ننتقل إلى ألمانيا، صحوة متأخرة للكبير بروسيا دورتموند تجعله يتقدم خطوات بعيدا عن منطقة الخطر. دورتموند الذي يتصدر عناوين الصحافة الألمانية هذه المرة بيلد تابعت فوزه الكبير على ماينز في عنوان كتبت فيه: دورتموند يتفوق على نفسه ورويس أيقونة التفوق. حيث ذكرت بيل بأن نادي بروسيا دورتموند نجح في مداواه جراحه من بواوة ماينز وتفوق عليه بأربعة أهداف لهدفين ليتقدم خطوات كبيرة في سلم الترتيب. وذكرت بيل بأن عودة ماركو رويس عادت الروح للنادي الأصفر، فلا يكتفي رويس بصناعة الأهداف بل أنه أيضا يسجل ويقود الفريق بشكل احترافي للمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، ولا يبتعد كثيرا عن الآخرين إلا بفارق ضئيل. ولم تستبعد بيلد أن يكون دورتموند ضمن فرق المقدمة في الدور الثاني إذا استمر على هذا النهج. وفي إيطاليا لا زال الجدل مستمرا حول رئيس نادي ميلان سيلفيو بيرلسكوني، فهناك حديث تدور حول رغبته في بيع النادي وهناك حديث أخرى تنفي الأمر. لاجازيتا ديل سبورت تابعت تواجد الرئيس مع لاعب النادي الجديد ماتيا ديسترو، فعنونت تقول: بيرلسكوني يرى مستقبل ميلان في الشباب. حيث ذكرت لاجازيتا بأن رئيس نادي ميلان سيلفيو بيرلسكوني يرى بأن مستقبل الفريق في نخبة من الشباب الطليان بعد أن ضم النادي اللاعب الإيطالي ماتيا ديسترو. وعن رغبة بيرلسكوني في بيع الفريق أكد أنه ليس هناك نية للتخلي عن ميلان، ولكن سيفتح الباب لشركات استثمارية للدخول لتخليص ميلان من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها حاليا، مؤكدا أن التعاقد مع ماتيا ديسترو هو بداية المشوار للاستثمار في فريق شاب يعيد ميلان لسابق أمجاده. نصل وإياكم مشاهدين الكرام لفقرة الكاركاتير التي اخترناها لكم من صحيفة الهداف الجزائرية التي طرحت قضية الإصابات التي تلاحق نادي ريال مدريد. آخر إصابات الريال المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو. الرسم أظهر الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد وهو يجهز المدرب كارلو أنشيلوتي للعب في حال استمرت حال الإصابات في الفريق. العجوز أنشيلوتي الظهر يركض تحت إشراف طبي، ويبدو أنه سيكون جاهز للعب في حال تعذرت كل الحلول، وربما يكون بديلا لفابيو كوينتراو. إذن مع هذا الكاركاتير المدريدي ننهي وإياكم مشاهدينا الكرام حلقة اليوم من برنامج عناوين. شكرا لك سعيد على حضورك اليوم، نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. شكرا لك وشكرا وصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا خلال هذه الساعة. نلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.